ناس العجيبه. نعم ناس العجيبه دي طبعا عندهم مناظر عجيبه شديده. نعم يقول القصيده وقتي ولحنها طوالي. ايوه لحنها طوالي ونفس الوقت. اي يعني عنده الربيع، الربيع ده بالمناسبة من ناس مع الناس اللي بيشيلوا معنا السرور وسيد عبد العزيز والجماعة ديل وأولاد المورد. ربيع داير يتزوج والجماعة قعدوا كده مرقوا له البرش داف وخطوا الحك كده قدام والبنات قعدت كده وقاعد وصل البنات كده قعدة جميلة. قالوا يا جماعة اللي دايرين قطيع أخضر، قطيع أخضر بس في فوق ربيع ده. في ربيع ده والله صعب كيف مرة واحد قال له إن أنا علي اللحن كدي انا بدوق اللحظه كدي وعلي الكوبلين الاول البيت الاول ده بقول لك وبزح انت تيجي تقول بيتك بس تفتل بس كدي هاي جا طوالي قال يا ربيع في رود الزهور عيش منعم طول الدهور بس كدي داق زحى يا طوالي هاي المحجبه ضرب الكجور يا المعمعم عفه وسرور عيش منعم كاس غرامك في الناس يدور عم بزود لا يفوتني دور واصل 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 دي لقطة اللقطة الثانية والضردي شاف لي بنات ما شات دارت لي قبة والضردي قال جنية ما يحن والضمير مخروط والردف والحلل ما بين نفي وثبوت زارن المقام الفضل هو مزود عليه تلامسني يا ليتني تابوت يا ليت البتلامس فيه ده يا ريت انا كانت تابوت ايوه تابوت مرحب بعدين تمام يا عمر البيت الليمن وين كويس جار جار عندهم الحفلة شغالة بعدين في جوا بطرقه واخوها ماسك عكاز برا قال والله يدخل هنا جوا ياخذ الشبال والله لا تبع عكاز ده والضردي داير ياخذ شبال من البيبي البيت جميله وسمحه ورقاصه وكل شيء لكن داير ياخذ منها شبال واخوه ده واقف برا اخوه ده واقف برا والضردي مشى قريب لها كده قال الكتوف واقعه والعيون يا ناس ميتي الناقعه والبيجن قاعد حار والسنون فاقعه النشيش شبالي ورقه بيفاقعه